jungle. روشيتا عشبية رمضانية. كل من يعاني من ارتفاع في ضغط الدم عليكم بشرب القرفة العيدان ونبات الدوم وأيضا الكركديه سواء كان ساخن أو بارد. كل من يعاني من ارتفاع السكر عليكم بشرب أوراق الزيتون مع عيدان القرفة. كل من يعاني من مشاكل في القلب عليكم بشرب أوراق وثمار الزعرور مرتين يوميا. كل من يعاني في مشاكل من مشاكل القولون العصبي عليكم بشرب الكمون والنعنع مرتين يوميا.